إذا نختم الجولة من أخبار اليوم ومنها نقرأه. مدير الجهاز المركزي للإحصاء يطالب بإعادة النظر في الموازنة خلال النصف المتبقي من العام. أكد مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء دكتور كرم الله علي عبد الرحمن أن التهريب لكافة المنتجات الزراعية والحيوانية وحتى الدقيق والمواد البترولية ليس بمعزل عن مشكلة التضخم الذي أدى لانخفاض قيمة العملة الوطنية، وشدد في تصريحات صحفية بمباني الجهاز على ضرورة أن يكون شعارنا في المرحلة المقبلة خفض التضخم لرقم أحادي، مشيرا إلى أن موازنة العام 19-2000 تم تقديرها على أساس مختلف للتضخم، الأمر الذي يستدعى إعادة النظر في هذه الموازنة في النصف المتبقي من العام. هل نحن الآن في حاجة إلى إعادة النظر في الموازنة؟ أستاذ النور، يعني للنصف المتبقي من العام حسب رؤية مدير الجهاز القومي للإحصاء. أنا أعتقد أن الآن عمليا هيئة الجمارك أجرت تعديل، أنا لا أعرف أي قانون استندت، يعني عدلت زادت التعريفة الجمركية ل 57 سلعة هيئة الجمارك. معروف أن الميزانية قانون عندما تصدر من البرلمان، الآن لا يوجد برلمان ولم تخبرنا الجمارك إلى أي قانون استندت. هل هناك مرسوم صدر من المجلس العسكري بشأن هذه الزيادات؟ أنه تم زيادة في الميزانية الماضية تم تخفيض الدولار الجمركي من 18 إلى 15 جنيه، وهذا أدى إلى استقرار أسعار السلع. الآن تمت زيادة أسعار 57 سلعة، تتراوح هذه الزيادة من 15 إلى 45%، يعني الآن صار الدولار الجمركي عمليا ب 20 جنيه، يعني أكثر من الدولار الجمركي الذي تم تخفيضه السابق، وبالتالي هذه تمت زيادة السلع. لم تقف الزيادة في 57 سلعة، وإنما الزيادة شملت كل السلع الموجودة في السوق بفعل عدم الرغبة، عدم الوازع الأخلاقي لدى كثير من التجار والموردين. وأيضا أعتقد أن المشكلة الأساسية أيضا أنه لا توجد أي جهة حكومية تتكلم عن هذا الأمر. يعني الآن السوق متروك سداح مدح زي ما يقولوا لكل شخص أن يسعر بمزاجه بدون أي رغبة. وبالتالي أعتقد أن الميزانية لا نحتاج إلى تعديل الميزانية فقط، وإنما نحتاج إلى تعديل إيجاد الرغبة، تعديل إيجاد منافذ توزيع للسلع الأساسية بأسعارها الأساسية، لأنه ما تسمى السلع المائدة الآن برضو زادت كلها. اللحوم تضاعفت بنسبة 40% أو 50%، يعني في 11 أبريل كان سعر كيلو اللحم الضان 280، اليوم ب 400، هذه زيادة ضخمة، يعني هذه قيسي على ذلك السلع الأخرى. وبالتالي أعتقد أن المشكلة الآن ليس تعديل الميزانية وإنما إصلاح الاقتصاد كله، يعني نحتاج إلى خطة إزعافية للاقتصاد حتى نلقي الأعباء الإضافية التي ترتبت في الفترة الماضية، فترة الشهرين زادت هذه السلع والخدمات بنسبة كبيرة وتضرر المواطن تضرر كبير جدا. كيف نعيد التوازن الاقتصاد السوداني؟ لأنه الآن الاستيراد شبه متوقف في حدود الدنيا، الصادر ضعيف جدا، الدولار مرتفع والجنيه يتدهور، وبالتالي كل هذا مؤشر أن التضخم سيزيد، الأسعار في ارتفاع، وبالتالي كيف نعيد التوازن الاقتصادي؟ أعتقد هذا هو السؤال الكبير. وكل هذا على أكتاف المواطن السوداني طبعا، الذي حاله أصبح الذي ينتظر كان ينتظر من هذه الثورة، يحلم بأنه تتصلح أوضاعه، تبدأ الدولة تهتم بقضايا المواطن، ولكن حتى الآن ما يبدو للمواطن أن شركاء الثورة المجلس العسكري وقوى الحرية الآن يناقشون نسب كيف نحصل على الكيكة، اقتسام الكيكة، وهموم المواطن حتى الآن غائبة. حتى المواطن يعني أصبح يرى هذه المدة التي طالت أنه المواضيع أصبحت سياسية أكثر من هي لها ثورة تتعلق بأنهم ثورة للإصلاح وللتغيير، أصبح يذهب الآن لعمله دون ما يرى ماذا يحدث الآن فيما يخص الحكومة والتغيير. والأخطر يعني أيضا الأخطر الآن، نحن ندخل بعد أسبوعين موسم الخريف، كيف هي الاستعداد لموسم الخريف؟ هل هناك تحضير جيد؟ هل حصل المزارعون على التمويل وعلى مدخلات الإنتاج والزراعة؟ هل هناك ترتيبات توفير الجازولين؟ أعتقد هذه مشكلة كبيرة، لو لم ينجح الموسم الزراعي ستزيد الكارثة أيضا على المواطن السوداني، وأيضا موسم الخريف والبنية التحتية والمدارس التي ستفتح أيضا. نعم. إذا أستاذ النور، هي مشكلات كثيرة وتتطلب جهود كثيرة، لكن دعنا نسألك، يعني كل الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة للسيطرة على التضخم لماذا باءت بالفشل؟ باءت بالفشل لأن هناك كثير من المشاكل الاقتصادية، الفساد، التضخم مرتفع لأنه الإنتاج كان ضعيف، الصادر ضعيف، هناك تشوهات في الاقتصاد، شركات حكومية وشركات رمادية الآن كانت تسيطر على الأسواق وتشتري بأسعار أكثر من السعر العالمي، وعندما تصدر لا تأتي العائدات، المصدرون الأساسيون خرجوا من السوق، وبالتالي نقص الإنتاج، نقص الصادر،
وصار هناك فجوة كبيرة من الميزان التجاري أدت إلى هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. برأيك ألسنا في حاجة إلى يعني التفكير خارج الصندوق وابتداع وابتكار وسائل جديدة للسيطرة على معدل التضخم؟ أنا أعتقد ليس معدل التضخم لا يمكن أن يعالج بفرده، لأنه مرتبط بالإنتاج، مرتبط بالاستثمار، مرتبط بالصادر، وبالتالي ما لم نعيد هيكلة الاقتصاد ونضع خطة إزعافية مرتبطة بالفترة الانتقالية 3 سنوات حتى نصل إلى نقطة الصفر، لأن يعني الآن نحن أدنى من نقطة الصفر في الاقتصاد، حتى نخرج من هذه الحفرة إلى نقطة الصفر والانطلاق نحتاج إلى خطة إزعافية، ونحتاج أيضا عندما يرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، عندما يكون لدينا تعاون مع المجتمع الدولي، يمكن أن تعود التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد ونجد منح وقروض واستثمارات، هذا يتطلب مناخ سياسي واقتصادي مستقر، وهذا ينبغي أن يحدث خلال الفترة الانتقالية حتى تكون بلدنا جاذبة للاستثمار. الآن للأسف نحن نتلقى المعونات، نحن دولة ليست فقيرة، لدينا الموارد والمياه والأراضي ما يكفي، ولكن الآن نحن نتلقى ونفرح بأننا جاءتنا 500,000 طن من أخواننا في دول الخليج لدعم، يعني ينبغي أن نبكي على هذا الحال، لا نفرح بأن تلقينا دعم في القمح، يعني نحن نفترض أن نصدر للدول العربية، نحن كنا مرشحين لا كنا سلة لغذاء العالم العربي وإنما لغذاء العالم كله، الآن نحن نتلقى المعونات ويدنا هي الدنيا، هذا أمر يعني يدعو للحزن، ينبغي الآن أن نفكر بطريقة جديدة كيف يمكن أن ننقذ الوضع الاقتصادي، كيف يمكن أن نكون دولة مصدرة للغذاء، 22 مليار دولار الآن تستهلك الدول العربية من الغذاء، كيف يمكن أن نصدر لهذه الدول؟ أستاذ النور، يعني حتى هذه الدول التي تمد السودان بهذه الدعومات تمدها بيد أخرى ولديها أجندة خفية بيد أخرى؟ نعم، الموارد. يعني هناك طبعا دعم حميد، لا أقول كل الدعم دعم خبيث، يعني عندما تدعمك دولة نشكرها على ذلك، ولكن ينبغي لهذه الدولة أن تدعمنا بشيء آخر، نحن الآن دولة كبيرة لديها موارد وأراضي ومياه ومناخ جيد، دعمنا يأتي عبر الاستثمار، تكون مصلحة مشتركة، تستثمر هذه الدول في السودان وتغذي شعبها، والسودان يستفيد أيضا من هذا في الصادر وعائدات الصادر في إصلاح الاقتصاد، وبالتالي نحن نحتاج إلى تبادل المنافع مع هذه الدول، ولا نقبل فقط أن نكون يدنا الدنيا ونتلقى الإعانات والإغاثات كأننا شعب فقير ودولة فقيرة، نحن ليس فقراء والدولة ليست فقيرة، ولكن وضعنا السياسي الذي كان فيه ينتشر فيه الفساد، الذي كان ليس هناك خطة اقتصادية واضحة، لا إرادة سياسية لإصلاح الاقتصاد، الآن ينبغي أن يتغير هذا الحال بعد الثورة مع التغيير الذي حدث. أيضا كيف تتعامل الحكومة الانتقالية في الفترة القادمة لمجابهة هذه التعقيدات في الدولة؟ طبعا الفترة الانتقالية تم الاتفاق على ما هي أولويات الحكومة المقبلة، حكومة انتقالية، قضية السلام، قضية الاقتصاد، ثم تهيئة المناخ للانتخابات، وبالتالي أعتقد أن رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن يختار بمواصفات، هو رجل ذاته يكون اقتصادي عنده فهم في الاقتصاد، وأيضا يدير الدولة بطريقة يسخر كافة الإمكانيات المتاحة في الدولة لتهيئة بيئة مناخ الاستثمار، لاستقطاب استثمارات، لاستغلال الموارد المتاحة، أيضا الوقف النزيف الفساد، النزيف الموارد، التجنيب الذي كان يحدث، يعني كانت هناك موارد كثيرة مهدرة، كيف يمكن للشركات التي كانت تستنزف المال الآن أن ترشد هذه الشركات وتحل ونعال، يعني نحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاح اقتصادي في هذه الفترة القصيرة 3 سنوات من المرحلة الانتقالية. نتمنى أن يتحقق الحلم ونرى سودان جديد قريب جدا. أستاذ النور أحمد النور، وصلنا إلى الختام، رئيس تحرير انتباه أستاذ النور أحمد النور، شكرا لك. بارك الله فيك. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نقول لكم إلى أبرز ما جاء في الصحف والمواقع العالمية والإقليمية.